دخلنا هنا الدرج الكبير او البهو الكبير الموجود في المتحف المصري. دكتور، زي اول حاجه هتقابل السائح، زي احنا ما جينا من المدخل كده، رمزيه ان اول حاجه هتقابله هو تمثال الملك رمسيس الثاني. رمزيته ايه في هذا المكان؟ مش رمسيس الثاني بس، اولا هذا التمثال رمسيس الثاني ده، التمثال ده جه من معبد بتاعه اللي بناه رمسيس الثاني في منف. ده رمزيته بيبين لك ملك ملوك مصر اللي حكم 66 سنة وأعظم ملك في تاريخ الحضارة الفرعونية، بيدي تعظيم سلام، بيقابل كل الزوار. بعد كده وراه على طول عمود بيخص معبد الملك ميرم بتاح ابن رمسيس الثاني. هذا المعبد أقامه ميرم بتاح في من في هليوبلس اللي كان فيها أول عاصمة أون، اللي تعلم فيها سيدنا يوسف وتزوج ابن كاهن أون وتعلم فيها الفلاسفة اليونان، كانت أقدم جامعة في التاريخ. دي المنطقة عين شمس. في عين شمس. في عين شمس. بعد كده حابي، تمثال حابي إله النيل. ده بيبين فضل النيل على مصر. إزاي هذا النهر دموع إزيس بكت حزنا على أخوها وحبيبها وجوزها أوزيريس، دموعها عملت نهر النيل. النيل هو اللي ربط مصر، ربط الشمال بالجنوب. النيل هو أهم حاجة في الدنيا لمصر، فحابي بيرمز لك. وبعد كده بقى بتاخد تمثال لملك وملكة، بيبين لك إزاي هؤلاء الملوك اللي 30 أسرة حكموا، وإزاي بقى إن المرأة لم يكن من حقها أن تحكم تبقى فرعون. يعني عندنا أربع ملكات بالمصادفة، لكن كان لازم الرجل يكون فرعون، ولا يمكن يكون حاكم بدون المرأة. أكيد. يعني رغم ان هي مش من حقها تبقى فرعون، لكن كانت مهمة جدا، لان المرأة هي إزيس اللي انقذت الخير حورس وربته وانتقم من الشر وبقى ملك على مصر. بدون الملك والملكة ما فيش مصر. فانت الرمزية اللي موجودة هنا من اعظم الرموز، إن ممكن المرشد يقف هنا قدام المجموعة السياحية ويتحدث لمدة ساعة في المدخل، وبعد كده بيطلع على الدرج العظيم اللي فيه حوالي يمكن 60 تمثال لملوك وملكات مصر. 60 تمثال على السلم من الدولة القديمة للوسطى للحديثة للعصر المتأخر، سونسرت الأول، رمسيس الثاني، توت عنخ آمون، حتشبسوت هذه الملكة العظيمة اللي حكمت 22 سنة. الدرج العظيم برضو ممكن ياخد ساعة لوحده. ساعة. إذن هذا المتحف، وبعد تطلع على توت عنخ آمون، اتنين جاليري محتاج تاخد لك أيام، وتطلع على الثلاثة جاليريز التانيين اللي فيهم أكتر من 60,000 قطعة بتمثل، لأن أنا كاتب على فكرة الكتالوج بتاع المتحف ده. حضرتك اللي كاتبه. أنا أهديته للدكتور خالد العناني، لأن أنا بحب الدكتور خالد، فعملت الكتالوج بتاع توت عنخ آمون لوحده، وعملت كتالوج المتحف المصري الكبير بالكامل، وبالتالي وهعمل بقى الكتالوج التاني بتاع متحف مراكب خوفو. ما شاء الله. طبعاً يعني انا سعيد جدا ان قدرت اساهم بان انا ابدا مع فاروق حسني نبني هذا المتحف العظيم. وعايز اقول لك برضو كان في رجل احب ان انا اشير له انه ساعد، كان فاروق عبد السلام وكيل اول وزاره الثقافه، كان ليه مجهود كبير جدا في انه يعني عمل أشياء عظيمة جدا. وبعد الجون بقى التكملة بقى، والرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيتابع بنفسه كل الأعمال اللي بتتم في هذا المتحف، وهذا المتحف هيبقى أعظم افتتاح في التاريخ. إن شاء الله. أسطوري إن شاء الله. بإذن الله. دكتور زاهي، اكيد حضرتك زرت عدد من المتاحف ممكن حديثه الانشاء اللي فيها تقنيات عاليه، فيها وسائل عرض يعني زي ما بيقول كده اخر الصيحه او اخر ما وصل اليه العلم. ازاي المتحف ده هيكون على نفس الطريق ان لم يكن احدث او اكثر تفوق تكنولوجي في العرض؟ المتحف ده بينتهي عرضه باحدث الطرق العلميه في العالم كله. يعني تخيل قناع توت عنخ آمون الذهبي كان موجود في المتحف المصري، يمكن محدش كان بيلاحظه قوي، هيبقى في قاعة لوحده، هيلف بجماله، هتقعد تقعد ممكن تقعد في القاعة دي ساعة تتأمل
جمال هذا التمثال. كل قطعة توت عنخ آمون فيها إبداع فني. أنا بعتقد أن التو جاليريز بتوع توت عنخ آمون الاثنين أعتقد لا يكفي يوم واحد فقط عشان تشوفهم. فإذا هذا المتحف هو مؤسسة ثقافية ضخمة بتعرض تاريخ مصر القديمة وفي نفس الوقت بتقدم العلم والتكنولوجيا اللي عملها الفراعنة للعالم كله. حضرتك شايف ان الاكتشافات الاخيرة اللي بتحصل في سقارة وولع العالم بيها لدرجة ان هم يعملوا فيلم على احد منصات المشاهدة العالمية عن اسرار مقبرة سقارة، هل ده بيزيد الولع اكتر واكتر بالحضارة المصرية انها لم ولن تنضب، وبالتالي المتحف اصبح الان مهيئ قبل افتتاحه بشهور لجذب انظار العالم كله؟ المتحف طبعا زي ما انت بتقول كلامك صح، لكن الحضاره الفرعونيه انت لو سالت اي طفل في اي بلد في العالم حقيقي وقلت له ايجيبت تعرف هيقول لك ايه؟ الهرم، هرم خوفو، ابو الهول، توت عنخ امون، المومياوات. ولا تنسى انه قريب جدا هتعرض هتطلع موكب ملكي للمومياوات الملكيه من المتحف المصري الى متحف الحضاره وهيقابلهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مشهد مهيب. أنا عايز يعني طبعا هنبدأ وهنروح بالتفصيل على كل حاجة موجودة في المتحف مع حضراتكم مع المسؤولين في المتحف، ولكن إحساس حضرتك بمدى الفخر والإنجاز اللي احنا موجودين فيه، لو حضرتك وصفته في جملة من جمل حضرتك الشيقة، جمل حضرتك الجميلة، تقول عليه إيه؟ المتحف المصري الكبير إشعاع حضاري، مشروع ثقافي ليس له مثيل في العالم كله، ليس له مثيل. أنا أشكر حضرتك ويلا بينا نبدأ جولتنا، وقد إيه كلنا اشتياق نقف مع حضرتك على محطات كتير، والحلقة مليانة أسرار ومليانة مفاجآت خصوصا من داخل مركز الترميم الموجود هنا في المتحف المصري الكبير. يلا بينا. فضل فضل دكتور.